انت قررت تشوهين اليوم لك روحي روحي مايا سيلونس معكم هيونة المزيونة ثاني مرة بحلوة رمضان وتوقعون هالمرة شنو؟ شي جديد مثل ما يقولون شي مينون شو هو؟ شو هو؟ المارد حقق أمنيتي وصرت أنا صرت فيه حلوة رمضان اللوك راح يكون حق كشخة العيد راح أخذ كل هالمكياج معاي البيت أنتم متوقعين كذي أطفالي الصغار عائلتي رمضان وايد أحبه الشهر الفضيل الوحيد اللي العائلة كلها تتجمع فيه البعيد والقريب بما أن الناس كلها راح تيجي تفطر عندي منو مثلي يسوي كذي ما حد حلوة رمضان لوني المفضل بيربل بنفسجة ميك اب فور ايفر شو هيدا الشيء؟ هذا شو سوي؟ شو عامله؟ عامله ضجه، عامله طبيخ شو عملتي بوجهك؟ ما حلو؟ بجنن عتمدي هيا هيا جد شو عملتي بوجهك؟ هيدا هون شو الاكس فوق؟ شوفي هيدا كوركشن قصدك؟ لا هذا كنتور بس كنتور من الهنود الحمر ومن هنا من حلوة رمضان نبتدي مشوارنا ممكن تعرفينا عن نفسك؟ مايا حداد أنا ستايلست اللي راح أكون مسؤولة عن غير لك هيدا الشيء اللي حطيتيه ونعمل لوك جديد عرفتوا مين هي؟ شوفونا على اللوك الجديد في لوك كشخة العيد شو بيك تعملي بكشخة العيد؟ ما بعرف إشي جديد إشي ما حدا شافه بحياته أبي شي صاروخي أبي سموكي أبي حمرة فاقعة أبي ألوان صيفية صارخة كيف أنت حبي تعملي شعرك؟ أصفر أصفر ولا بلاتيني ولا شي يسمونه؟ أصفر بلاتين بلاتا؟ بلاتين أوكي أنا بدي بلاتا طب شو رأيك أحط لك ميك اب؟ لا هيدي بتاني حلقة بدي احط لك ميك اب لا وحياتك عن جد والله بدي احضر لك لوك رح يكون مفاجأة لإلك بين شعر وميك اب وتيك عينيكي يعني وبتفتحيهم انت تشيليني اذا سلمتك نفسي؟ شيلك ايه بشيلك حبيبتي مساعدة اطلب مساعدة هيا كثير مهضومة فتت على السيت شفتها مرمغة بالهايلايتر قصة الشعر كانت هي حابة يكون شي كيرلي وكبير وهيك قصص كبيرة وأنا كنت حابة صغير وبما أنه أنا بدي حدا يشاركني بهيدي المسؤولية الجبارة مايا يمين صديقتي ونحن ريا وسكينة يعني لكل الجرائم نعملهم سوا فحبيت أنه تكون مايا هي عم تعمل هيدا الشي بما أنه حتعرف تعمل هيا ناتشورال مايا يا مايا ألو مايا دخيلك تعال جيت الصبح على السن كرمال الميك اوفر واذ بي ماذا اجد النجمه تاكل الهايلايتر براو انا منهار على اعصابي وانت بهالبراده كله له حال هلا بنعمل لها شيء الله هاي شو عم بتقول عني هيدا بوزه ولا هايلايتر اللي عم تكني شو بدنا نعمل اليوم انت شو عبالك غير الهايلايترز انا انا احب التان شويه شاينه شويه سيمبل فنبيش تبدعين فينا اليوم انا سمعت ان انت طباخه مبدعه وانت قمر وبيلبق لك ما قلتي لي شو بلوكي روعه حلو كثير لون شعرك لا بس انا حبيت الشعر حبيت الشعر ما بدك تحطي لي ما بدك تحطي لي ما بدك تحطي لي عديتين اخر شيء هذا البلايمر مال ميك اب فور ايفر انا ما استغنى عنه بمكياجي وايد ممتاز يلا هذا وجهي هذا يكفي وجهي فرشاي عم نمدهم بالفرشاي نمبر 108 حتى
تستني. انا بهويلك. هاتي هاتي لقلك شو بدك تعملي. غرتي. عن جد غرتي. للحين احنا بالبلايمر صح؟ صح. اوكي. هلا بيرتاح شوي بتشربوا جلدي. لازم يرتاح. بنحط الكوركتر. بنرجع بنمد الفاونديشن. اوكي مدي اللي تبينه، اخذ قلبي مدي اللي تبينه. هذا الباليت وايد الوانه ممتازه جديد وكثير براتيك فيه كل الالوان الكوركترز الفاونديشن الكونسيلر بيسع في جسدين ومغناطيس شايفين يعني ممكن نلعب فيه فيك تحطون على البرات كمان ويو صح الحين مايا راح تاخذ الكوركتر اللي هو اللون اورنج الاورنج تفضل ليش شكرا. مايا اورنج مشان نغطي التصبغات الغامقة اوكي يعني هلا كل شيء فيه اورنج بيغطي كل شيء اسود وجراي صح بدك تساعدك مايا لا صباح كثير منيحة روحي خلصت الحلقة بالنسبة لي شو مهضومين نكتك واخبارك عملت فيك هيك تحبين مكياج الخليجيات؟ في وجوه بتحطي لها مكياج خفيف ما كأنك عملتي، في وجوه إذا بتقلي لها المكياج مثل المكياج الخليجي أو ألوان، بصير المكياج كلها تكوين وجهها، بيكون وجهها تكوينها صغيرة، مكياج أقوى من الفيتشر لما بدك تحطيهم شوي لون كونسيلر أفتح شوي كمان على صفار أي فرشة هذه؟ هيدي الفرشية رقمها 176 عم تنتقمي؟ من الصبح وانتي مستلمتني بدي غير شعرك بدي غير كل اشي فيكي الشيء الوحيد اللي ما غيرتي فيني جسمي ليش ما غيرتي لي جسمي؟ بس ما حبيتي شعرك مايا؟ ما حبيتي شعرك شايف شعري؟ روعة القصة واللون على لونك وسمارك كثير حلو صحيح انا كثير حب انت ما حبيتيه بلا حبيته لان انت حبيتيه نايمه حبيتيني وحبيتك حبيت انه هيك انا بدي اسميكي كات بلاك كات بلاك يا القطه السوداء اي بحب انا نعمل كونتوري نفس الفرشه مظبوط من نفس الباليه من نفس الباليه اوكي من لون اغمق من لون اغمق رقعتين على الفك نفسه صح عشان تضعفين المتن اللي بالرقبه ايوه 10 10 10 انا الكعبة من الصبح معي بس قلت اذا بفرجيكي الصبح حبسمع من الصبح نقك يا ربي على نيولك ما نايمة من الصبح وأنا بهالي نيولك 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 عرس 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 أنا بدي أقول لك إجرك وساندال كتير أنا كتير معجبة هيك رائع كتير حلو حبيناكم حبونا اسمع تحية لميك اب فور ايفر يا اختي يلا سمعينا زغروتة بقى من كده اخواننا اللبنانيين انا ما بعرف زغرت لا انا لساني طويل مايا بتعرف ما بعرف قويها وجبنا لك ميك اب من فور ايفر صح قويها وجبنا لك بلايمر ما في مثله قويها وشو ما احلى البلايمرات بميك اب فور ايفر لا مالت على ميك اب فور ايفر لا بمكياجه ولا بلوانه ولا بجماله ولا بفستانه ولا بفستانه والسامع يقول وهلا راح نطفي الفاونديشن شوي بالباودر لا انا معروفه في ميك اب فور ايفر لما ابي اطفي شنو اسوي حتى المخرج الكاست كله متعود علي اوكي حركتي اولي اولي طفي من وين؟ من هون صار معي ربو غطيتها مايا يعني لو يتلج زبونه نفسي شو بدك تعملي فيها؟ ما بدي افكر يعني ولا مرة بحط هالاحتمال انه حدا يعمل فيه مرة زعلت مني مايا ست شهور عم بصطادها يعني عرفتي لطيت لها
بما انه عملت هيك حركه. عملت هيك حركه بالفاوند. حركه اقل من غيرها. يعني زعلتي؟ هلا مايا قاعد تحطي من ارتست فيس والارتست شادو صح اي شادو. هلا عم نستعمل ارتست فيس. اوكي فينا يستعملوا بلاشر للكونتورينج، حتى في الوان هايلايتر. رقم الفرشايه 158. واو جلتسي. واو اميزينج. يعني اول شيء هيدول كرمال الباودر، بيرجع هدول كرمال النحت، بيرجع هدول كرمال البلاش درجة منهم. نحطه هون على أول خدة. على هيدي؟ بيعطيكي هيك بيتش. شنو يعطيني؟ لون بيتش. هو إحنا رايحين البحر. صح، وهلأ أول الصيف وكذا حركة. يا أنت يا تقيل. يا كبير. هلأ عم ضوي على عيني؟ تحت العين. بأي فرشة؟ بالفرشة رقم 142. هلا بقى الكونسيلر نفس الفرشايه كان عليها كونسيلر، عم مده لانه بس خطط زيح تنبلش. شفتيها مايا كمان هيدا الستايلت، هيدا الشادوز رائعين. بيلبقوا كثير على تيابا. بيلبقوا كثير على تيابا صح. الفرشايه شو الاي شادو اللي راح تستعمل؟ رقم 242 واستعملت من جليتزي. اي باليت؟ سيبيا جليتزي. نحط شوي على الارك تبع العين منشان ننشف اللمعه والعظمه. يعني العظمه. انت من متى بديتي في السالفه هذه؟ 21 سنه. وانت ولو؟ انا يعني شلون حبيتي مهنتك؟ انا هربت من الجامعه، درست فاشن ديزاين. انت طول عمرك هربانه مايا. كم فنانه حطيتي لها؟ كثير. مين؟ كثير مؤخرا نانسي عجرم، نجوى كرم شغلت لها، لطيفه شغلت لها، مايا دياب شغلت لها. يعني نانسي ويها صج بيبي فيس؟ ايه مثل ما بتشوفيها. ايه كثير. ايه بيبي فيس. ونجوى كرم ما شاء الله هي لا اله الا الله جميله. هلا باي فرشه هذه؟ قلنا اسم الفرشه اللي حطيتيها 218 و236. احنا للحين بالباليت هذا مال كلتزي، وبعدين راحت مايا يابت هذا الباليت. هذا شو اسمه؟ ارتست فيس بس الوانتين. ولا وشو طرزان؟ الفرشة هذه أنا أخذها وأحط فيها ألوان تحت العين. هذه 204. هذه الفرشة لها راسين، فيك تستخدمي هذا الراس وهذا الراس لتمزج الألوان لتعمل استومباج. استومباج يعني الدمج. بس مايا وينها؟ ثانية راحت تشيل الباودر. الحين قاعد نحط ال اسم أيلاينر. الأيلاينر الجيل الأكوا. الأكوا البلاك. تحبين البشرة السمراء؟ ايه بحب البشرة السمراء، بحب البشرة البيضاء، بحب كل شيء يعني ينعمل اللي بيلبق لها. يعني ما اخذتي دراسة بالميك اب؟ لا اكيد اخذت. اخذتي يعني مع الهواية؟ هو كله براتيك بس اكيد اخذت دورة. هلا كل الطلة كل اللوك لازم يكون كله. عم تحكوا عن اللوك؟ على كله. عم تحكوا عن اللوك؟ نعم. شلت الباودر؟ ولا شلت شيء؟ ما راح؟ انا على بالي رحت تشوفين هذا زعيم الهنود الحمر. لا ما اتصل فيي وما لا يعني كان برا مع الريشة. خلاص وين كملي 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 يلا. اخ يا الله لو كنت عارف هيك حتعملي فيي ولا كان جبت كيس طحين. المهم انه نحن نغير لك لوكك. خلص انسى انسى الغبره. خلص اوكي. هلا بروح بس بتحمم بيطلع عجين. بدك مناقيش بالجبنه؟ افتحي فمك لنطلع منقوشه. احنا عموما الخليج، بنات الخليج يحبون الايلاينر، يحبون الرموش الثقيله. يعني البعض منهم يحبون شيء نورمال. عشان تكونين بالصوره انت تقريبا اول وحده لبنانيه تحط لي مكياج. هلا تنشوف النتيجه اذا رح تحبي حالك بالمكياج. واذا ما حبيته من غيره يعني ما اذبحك كرمال المكياج.
لكن أنا اخترت حلوة رمضان إن تكون معاي ليدي لبنانية جميلة مثلك، فانبسطت معك. أنا انبسطت إن اشتغلت. حطيت بقلب العين قلم الأسود اللي هو أكوا XL، وحطت لنا من الباليت هذا اللي هو ستارلت ساين، وبعد كوميت ونخلط مع الأسود اللي كان محطوط بين الرموش. حطيني حط عنك. عبالك؟ عبالي عبالي حبيبي. لوين رايحين؟ طن لوين رايحين؟ طن ويا حلات بودر ميك اب فور ايفر. واو حلوين. ايش رايك مايا؟ فرجينا. لا شوفي، لا مستحيل، ضعفت ما هيك؟ ضعفت كثير. ضعفت كثير. لك وين راحت المره؟ اكلتيها؟ اكلتها. لك مايا؟ لا لا مايا، انا فكرت بتتكلم علي. خفت والله، خفت. مايا 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 مايا، اه وشك كله زيت. اذا هلا بتجي مايا مية كيف بدك بدك كده بحياتي يا عين. شو هول؟ هيدي زيت كنت راح اقلي وشها يا حليتي. المكياج مثل الطبخ، اللي تعرف تحط مكياج وتعرف تطبخ. سبعمية واربعة بتطبخوه مع الاربعمية واربعة؟ بتطبخوه؟ لا بتكبسوه. بتكبسوه. هذا دليل ان انت مو طباخة. مع الاربعمية واربعة بيطلعوا هالعينين من رائعين. منك ست بيت انت، يعني ما طبخش سندويتشات. صح، شو عرفك؟ مبين على جسمك مصيبة. استعملت اكوا برو 30 مع هيدا الباليت رقم 2، والوانه وايد وايد روعه، حبيتهم حيل. ف ميك اب فور ايفر انا ابي واحد من هذا. شو حلو هذا القلم، كثير كريمي. ارتست كولر بنسل ينن. هيونا هلا رح نجرب هيدا الارتست روج انك، هيدا اللون كثير حلو معي. الله شو حلو اللون. احلى شيء فيه وبيميزه انه ما فيه سماكه، كثير رقيق. هلا خلصنا لهيك ولا شو؟ خلص كفينا على ذوقك. كثير اللوك تبعك فعلا، انت منك حاسه حالك مغير؟ بلا، انا احب تغيير اللوكات. اثبتوا لي تغيير شامل في حياتي. ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش. فانا كثير مبسوطه من اللوك اللي قاعده تشوفه. حبيناكم. حبونا. لا عليك، مسيناكم. ليش كل شيء بالقلب معي؟ انت للحين تردين علي، للحين تردين علي، للحين تردين علي. في النهاية ارجع واقول عيدكم مبارك، وعساكم من عوادة، وعساكم تعودونا، ورمضان كريم مع حلوة رمضان كل سنة، ويكون ميك اب فور ايفر بالقوة للأمام. فزورة حزورة بس من هو يحلها، مع ميك اب فور ايفر احنا لازم نحلها. دايما يبهرونا ميك اب فور ايفر في هداياهم وفي مفاجآتهم. راح اقول لكم الفزورة، اقول ولا اسكت؟ راح اقول الفزورة. تقول اليوم لي شفتي أمك شالتها عليك وبتحف عليك تنحاشين، وهو عنده أسنان بس ترى ما يعض، تحبينه وما تستغنين عنه لا أنتي ولا أخوانك ولا حتى أمك، يستعملونه من وانتي ياهل وانتي رايحة المدرسة. حلوها مع ميك اب فور ايفر، لا تطفكم الجائزة. اللوك الجديد
5 منكم راح يربحون. عشان تربحون هالأشياء الجميلة كتبوا كومنت تحت الفيديو اللي راح يطلع لكم. لازم تشتركون في قناة اليوتيوب ميك اب فور ايفر ميداليست. على طول حلقتي ابي لايكات، ابيها تولع. جمهوري احبكم، بغيت اخذهم معاي بس انتم راح تاخذونهم. عشان تعرفون منو اللي فاز معانا في ميك اب فور ايفر لازم تسوون فولو حق انستغرام ميك اب فور ايفر MEA. ولهني خلصت حلقتنا معاكم، وان شاء الله كلكم تفوزون. لا تنسون الفولو انستغرام ميك اب فور ايفر وقناتهم، وان شاء الله اشوفكم. ورمضان كريم، عادت عليكم صيام كل سنه وكل عام، الله يخلي ميك اب فور ايفر حقهم. يلا يلا يلا.